بعد ما شفنا هالمقاطع من الورشة ولنتعرف أكثر عن تفاصيل هالورشة، معنا بالاستوديو السيدة زبيدة حديد من مديرية الفنون الجميلة ومشرفة أيضا كانت على الورشة. يسعد صباحك وأهلا اهلين، وسهلا اهلا فيكي. وسهلا فيك. اهلين، أهلا، يسعد صباحك. أول شيء بدنا نقول لكم الله يعطيكم العافية الله يعافيكم على يا رب. هالورشة يلي ورشة العمل يلي أقمتوها. خلينا نتعرف عن هالورشة، نحكي عن التحضيرات، كيف حضرتوها قبل ما تبلشوا فيها، وخاصة إن هي بتضم أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أطفال وأطفال سليم. سليمين. أول شيء ضمن نشاطات مديرية فنون جميلة اللي بتقوم فيها دائما بشكل سنوي هي ورشة عمل تضم أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع أطفال سليمين. طبعا الغاية من هاي الورشة هي تسليط الضوء على هاي الشريحة من المجتمع، كيف نقدر نتعامل معه، كيف تكون فاعلة بهالمجتمع وتقدر تقدم شيء. بالنسبة للطفل السليم فهو لما عم يتعامل مع طفل عنده إعاقة، لما بتحطيه بهيك أجواء بتحسي ما عاد عنده كسر هذا حاجز الخوف إنه هذا الطفل عنده إعاقة، بالعكس بيتعامل معه بكل ود وبكل احترام، وحتى أحيانا بتحسي فيه نوع من تقدير لمشكلته اللي هو عم يعاني فيها. بنفس الوقت بيكون فعال بهالمجتمع وبنخلق لهم هذا الجو اللي بيكون مثلا ضمن الحياة الاجتماعية العادية، وبنفس الوقت بنسلط الضوء على المهارات أو موهبة الرسم. الأهل بنفس الوقت بيقدروا يتعرفوا على الموهبة الموجودة عند طفلهم ويقدروا ينموا هاي الموهبة. في التحضيرات كانت بتوجيهات من الأستاذ عماد كسحوت مدير الفنون الجميلة. تم التواصل مع جمعيات النور ومركز الرجاء ذوي الاحتياجات الخاصة، عصافير الجنة وهذا بيتي، تزويدنا بالأطفال اللي عندهم مهارة الرسم واللي قدرانين يقعدوا بهالورشة لحتى يشتغلوا. طبعا تم افتتاح الورشة امبارح. الورشة ضمت بحدود 55 طفل، كان منهم 15 طفل سليم والباقي الأطفال عندهم إعاقة. افتتحنا الورشة بمكتبة الأساتذة بصالة المعارض. هاي الورشة حتستمر لمدة 3 أيام. باليوم الثالث من الورشة في منظمة الهلال الأحمر السوري مشكورة كتير، حتتعامل معنا حتقدم فقرة فنية وترفيه الأطفال ومسابقات. بعد منا يوم الاثنين ب 17 شهر حيكون في المعرض. المعرض هو نتاج لهي الورشه او الاعمال اللي تم رسمها خلال هالورشه، وحيتوزع عليهم هدايا رمزيه للاطفال لتشجيعهم. يعني ست رغدة، شو الهدف من اقامه هيك ورشات طبعا، وشو عم تقدم للاطفال؟ هلا هدول الاطفال يعني بنقدر نطلعهم من هاي الجو اللي هو موجود بالمركز، بتقدر تخليهم ضمن المجتمع يكونوا فاعلين بهالمجتمع، يعني يكون لهم دور بهالمجتمع، فما عادوا هذا الطفل اللي قاعد ضمن مثلا البيت او ضمن قاعد ضمن المركز، لا بالعكس وقت عم يتعامل مع طفل سليم عم يحس حاله انه هو عنده المقدره انه هو طبيعيه قدر الامكان. نعم، يعني كان في مشاركات كثير كبيره مثل ما شفنا بالتقرير يلي طلع عنا، خلينا نحكي يمكن عن ابرز الاعمال، كيف كان يمكن توجه الاعمال يلي شفناهم مشاركين فيها الاطفال، كل حدا تخصص بشيء وكل حدا عبر عن ذاته بشيء. صحيح، هلا نحن بالبدايه تركنا له حريه التعبير، يعني الطفل لما تلاقي عم يرسم تحسي عم يرسم الشيء اللي هو بيحسه، فتركنا لهم حتى لما بتوجيه انه انت بدك ترسم هاي الشغله بيقول لك لا بتلاقيه ما بتعطوا الموضوع لحاله، لا فانت شو حابب ترسم مرسوم. فكل طفل له موهبه او له شيء خاص بيعبر عن داخله، طبعا في اشراف من كان من قبل مركز الفنون التطبيقيه المختصين بالتوجه بطريقه اعطاء الالوان، كيف يتعامل الطفل مع الالوان او كيف يتعامل مع هي اللوحه الموجوده قدام منه. طب نحكي اكثر كمان كيف كانت رده فعل الاطفال كمان بهي الورشه، كيف كانوا عم يرسموا، كيف الافكار اللي قدموها؟ كثير كانوا مبسوطين كثير عن جد، يعني هي نحن تقريبا ثالث سنه او رابع سنه نتعامل معهم، يعني ما بتخيلي قديش كثير مبسوط الطفل لما تقولي له، حتى احيانا في بعض الاطفال تلاقيهم فورا خلصوا اللوحه، اعطيني واحده ثانيه بدنا نرسم واحده ثانيه، يعني ما قدتهم. فكان كثير تفاعل حلو، والاهم من هذا كله هو الاهالي، يعني الاهالي كانوا كثير مبسوطين لما اسره يكون عندها طفل عنده اعاقه، فلما تحس انه قدر امكان قدران تقدمي له شيء او تسلطي الضوء على هذا الطفل طالعين من محيط اسرته، فكثير بيكونوا مبسوطين. ونحن كثير تعاملنا معهم تحسيهم الاطفال لطيفين عن جد، يعني فيك تتعامل معهم بطريقه كثير حلوه. نعم، ست زبيده، يمكن اكيد لانجاح اي ورشه عمل او لانجاح اي ايفنت بيصير اكيد بتمرقوا بصعوبات كثيره وبتمرقوا يمكن بمطبات
خلينا نحكي عن أبرز الصعوبات يلي واجهتكم، يمكن شو كان هو الثغرات العائقة يلي وقفت بوشكم؟ هلأ إحنا كصغرات ما فينا نقول صعوبات كتيرة، بس أحياناً بعض الأطفال يعني بعد ما تاخدي أسماءهم كلهم فيوم الورشة عندهم مثل ما بيقول احتياجات خاصة، فأحياناً تحسي الطفل مريض ما قدران يجي بده يتأخر شوي. هاي الصعوبات اللي واجهنا، باقي الصعوبات ما كان فيها أي شيء. بالعكس كانت المشرفين على الجمعيات كتير متعاونين معنا والأهالي كتير متعاونين، يعني مبارح كان في أطفال، في طفل واحد منهم كان مكسورة رجله، مع هذا أصر إنه هو يجي لحتى يشارك بهالفعالية. نعم. طيب شو الخطط المستقبلية اللي بتتأملوها من هالشريحة من المجتمع؟ هلأ في خطط مستقبلية، بنتمنى هدول الأطفال يكون لهم يعني اختلاط أكبر بالمجتمع، سواء بالمدارس أو حتى بالفعاليات الثانية. هلأ بتصور لهم هن كمان لهم مشاركة بفعاليات ثانية مثلا بفنون نسوية وهالقصص، بس نحن كمديرية فنون يعني بنهتم بقضية الرسم، كيف الطفل يتعامل مع هاي اللوحة الموجودة قدامه والألوان. نعم ست زبيدة، خلينا نحكي مع بعد ورشة العمل، أكيد يمكن بلشتوا بشي ولازم تكفوا بعد ما لمستوا على أرض الواقع أنه في مواهب، في أطفال بدون دعم، شو هي الخطوات القادمة اللي حابين تعملوها؟ هلأ في أطفال، مبارح كان في طفل كتير موهبة، مو هي أول سنة بيشارك، فعلا نتمنى من جهات اللي بتقدر تدعم هذا الطفل، نحن كمديرية نقدر ندعمهم عن طريق تقديم لهم المواد اللازمة للورشة، وانه هاي الفعاليه تكون بشكل سنوي، نتمنى تتكرر اكثر من مره بالسنه لحتى نقدر نقدم لهم شيء. بنتمنى من جهات ثانيه بالدوله ان هي تدعمهم اكثر، تنمي هالموهبه نفس الوقت، يعني حدا هذا الطفل اللي عنده هاي موهبه حدا يتواصل مع اهله ويقدر يقدم له شيء ان شاء الله يا رب. حتى يمكن مثل ما قلتي بالبدايه الاهالي كمان كانوا مشاركين مع اطفالهم فعلا يعني كلهم كانوا موجودين امبارح. طيب كيف كان كمان رده فعل الاهالي بعد هي الورشه، وهل شجعوا بعضهم حتى يشاركوا بورشات ثانيه؟ طبعا حتى في بعض الاهالي، يعني امبارح جابت مثلا ولد فعم تقلي انه في كمان، في انا جارتي عم بتقلي اذا في مجال جيب طفل ثاني يعني معهم، كثير كانوا مبسوطين وسالونا امتى بكره، امتى لازم نكون موجودين، حتى اجينا لقيناهم قاعدين ابدا واخذين مواقعهم وبدهم يشاركوا. نعم. نتمنى لهم التوفيق. شو هي الشروط يلي لازم تتوافر عند الطلاب للمشاركه، وفيه اي حدا هلا يجي يقدم عندكم؟ بما انه هلا نحن عن طريق المراكز. الشروط اللي احنا يعني ما هي شروط، بس انه تواصلنا مع المشرفين بالورشه او المشرفين مع المراكز انه الطفل يقدر يقعد هالفتره هي 3 ساعات يقدر يرسم مثلا، ما تعيقه حركته انه هو يرسم، ويكون موجود حدا يقدر يتعامل معه اذا حب يقوم يشرب او هيك شغلات قصص يعني. نعم. قد ايه يمكن مهم مثل ما قلتي دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجتمع من خلال هيك ورشات، من خلال الاضاءه على المواهب اللي عندهم اياها والافكار اللي عندهم اياها؟ كثير مهمه مثل ما قلت لك انه هو هذا الطفل بيتقبل الطفل اللي اتجاهه، يعني الطفل اللي عنده اعاقه بحس انه هذا الطفل السليم، انا مثلي مثله، انا اقدر اعمل شيء بالمجتمع، وبنفس الوقت الطفل اللي عنده اعاقه ما عنده مشكله، عم يتواصل وعم بيحكي وعم حتى في وقت بنعمل ثالث يوم بنعمل هاي فعاليه كثير بينبسطوا بيشاركوا بهي الفعاليه. نعم ست زبيدة، يمكن بختام حديثنا معك بدنا نتشكرك، واكيد بدنا نتشكر كل الفريق يلي كان معكم، واكيد النجاح هو مو لشخص واحد، هو لفريق كامل متكامل. شكرا. ولكل الاطفال ايضا بدنا نوجه لهم تحيه كثير كبيره. اذا بتحبي تقولي لهم شيء؟ انا بشكر كل اللي شاركوا معنا، عن جد كانوا كثير كثير متفاهمين، وبشكر كادر اداري وموجود بمديرية الفنون، وبنفس الوقت بشكر استاذ عماد كسحوت اللي وجهنا لاقامه هالفعاليه، وبشكركم انتم كمان على التغطيه الاعلاميه لهالورشه. شكرا كثير لكم. شكرا لوجودك معنا وموفقين.